لأن الحكاية تستحق أن تروى بلسان أصحابها. هنحكي حدوتة؟ هي ما تتحكيش، هي لازم تتشاف. وحتى لا تنصهر القصة ولا تكون آفة حارتنا النسيان، عينك وودنك انتباهك كله تارجت. لأن غض المعركة هي عقل الإنسان. دي كانت رسالة العملية الرئيسية، أننا أصبحنا القوة رقم واحد. هل قتلتم الرجل؟ قال نعم وكان مبتسماً. لأن للحرب على الإرهاب والتطرف وجوهاً كثيرة يجعل فكره هو معياراً من هدى، معياراً من دين. هو يعرف كيف ينفذ إليك، متى يضرب من، حتى لا تشوه الحقائق. المعلومة أمامهم لكن لا يرونها، ولا تحرف الوقائع. ليه ندي الإخوان 48 ساعة؟ إحنا يجب أن نسيح الإخوان الآن. ولا يزور التاريخ. قال بصراحة ما كناش متوقعين إنكم هتعرفوا الدفعوا عن قضيتكم. معلومة مدققة. مصر أم الدنيا مش لأنها قديمة، لأن كان كل المتطغين في العالم وكل الطموحين ييجوا هنا عشان يبنوا نفسهم. ما تتخيلش فرحة الناس قد إيه لما ربنا كرمنا والمركب اتحركت وطلعت. دور اللي بتعمله قناة السويس وهي في نظر العالم عامل إزاي وبناء البحر أهميتها إيه بالنسبة لك؟ الكلمة نور وبعض الكلمات قبور. جورج أبيض وحمدي غيث وعبد الله غيث وأمينة رزق وسامح أيوب وسناء جميل. تفاصيل جديدة ممكن يبان عادي بس هو مش عادي. وهكذا هي مصر، وهكذا هم مبدعوها. الوثائقية، القصة كاملة قريباً.